الو، الو، السيدة سلمى بنت نوفل. ايوة، انا مين معايا؟ محسوبك لمؤاخذة اللهو الخفي. لهو؟ يا لهوي، انت طبعا مستغربة ازاي البنات ما وصلوش لغاية دلوقتي. اطمني، اتخطفوا. اتخطفوا؟ يا لهوي، قطعوا لي وداني البنات دولم واعملهم لي قطايف. قطايف؟ يا لهوي عمر. الو عمر، الحقني، انا سلمى. سلمى مين؟ مش وقته يا عمر، البنات اتخطفت. ولادي ولادي. السلام عليكم. خير يا سلمى؟ في ايه؟ الولاد فين؟ ولادي فين؟ انت اللي خطفت الولاد، انت اللي بلعتهم. ولادي فين يا لاكوح؟ انت اللي بلعتهم. بلعت مين يا ابن المجنونه؟ وريني. يا ملك، يا ليلى، ما تخافوش يا حبايبي، انا بابا، ما تخافوش. ايه ده؟ ما اكلتوش ليه؟ الاكل قدامكم من امبارح، قلت لكم 100 مره مذبوح ومقتول، لحمتهم لازم تتاكل طازه يا اغبياء. طب يا جماعه هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ مش عارف يا عمر، مش عارف، انا حاسس ان سلمى كده استوت يا معلم. يا عم انا ماليش دعوه بالماضي، انا بتكلم في اللي جاي. اللي جاي ايه؟ اللي جاي احلى. ناقص ظرفك. انا بتكلم جد دلوقتي. اذا بدك نحكي جد، انا رايي التلفين لهلا، وتطلب فديه كتير كبيره، بتجريك على تحت اجريك، وبعدين هي اكيد ما معها تدفع. برافو عليكي، فكره هايله يا بنت الايه. يبقى انا كده اخترت صح. الو، السيدة سلمى بنت نوفل. ايوه، انا مين معي؟ محسوبك ولا مؤاخذة اللهو الخفي. ازيك يا استاذ لهو؟ ازيك يا ماما؟ انا في الحقيقه كنت عايز اطمنك على الرشانتين اللي عندي، واقول لك ما تقلقيش، ما بيناموش غير لما يتعشوا باتنين مولتو ويعملوا الهيم ورك بتاعهم. كتر خيرك يا استاذ لهو، بس مش تديهم لي بقى؟ احنا مش عايزين نتعبك اكتر من كده معانا. لا 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 لا، لسه موضوعنا ما خلصش. احنا بس كان عندنا طلب رفيع من سيادتك. عمر، عمر يا استاذ لهو، احنا طالبين فدية عنيفة شوية، 75 جنيه وعهد الله ما هينزلوا مليين. كم؟ 75 مليون جنيه. اجيبهم منين دول؟ يا نهار اسمر. اسمر تاني يا سلمى. نعم. الو، قدامك مهلة لغاية الصبح، وبيديني مزد كول. ها ايه يا سلمى؟ الاقي معاك 75 مليون جنيه سالف واديهم لك يوم الثلاث؟ ما لقيش انا معاكي 3000 جنيه وارجعهم لك السبت؟ يوه، انت هتهزر يا رشدي وانا عيالي مخطوفين؟ ايوه يا عمر، مش ده تليفون عمر برضو؟ ايوه سلمى، انا عمر. ايوه يا عمر، بس انا سمعت صوت القهوه جنبك. اه ما انا قاعد معاها على القهوه بحاول اوصل لديل كويس، وصلت معاه 2 مليون جنيه، بس المشكله ان هم طالبينهم خمسات. قول لها خمسات جديده. المهم بكره الصبح هنقابلهم. طيب اوكي يا عمر. عمر بس انا لازم اجي معاك، انا مش هينفع استنى كده. لا يا سلمى، خليكي انت ورشدي قضوا وقت سعيد. ازاي يعني؟
طب اقول لك انت برضه ام، تعالي احضري اللحظه دي. طيب يا عمر، طب قول لي اقابلك فين؟ ما تخلص يا خلاص خلاص يا سلمى، هبعت لك العنوان في مسج. اوكي يا عمر. البنات فين؟ ما جبتهمش الا لما اشوف فلوس الفيديو الاول بعناية، وبعد كده ابقى ابعتهم لك. لو بناتي ما ظهروش دلوقتي هقلبها مجزره. بناتي يا عمر اتصرف. لا يا سلمى، اللي معاها رشدي لكوح ما تقولش عمر. عاش عاش يا ابو الابطال. ربنا معاك يا بطل. البس. بس ما تبوظيش تمرين. يا معلم ما وقعتش ليه؟ الله يفضحك. الرجالة كلها قوطت الا انا. غالي والطلب رخيص. كده؟ البنات فين؟ ما نعرفش. ما تعرفوش؟ طيب بنحبك يا مصر وحبك غالي علينا. بنحبك عمر. عمر انت فخوره بيك قوي يا عمر، بس برضه ما رجعناش البنات.